دابا اليوم كنتكلموا على المشكل ديال المسجد. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هو ان المسجد راه الاشغال الحمد لله راه غاده مزيانه واكثر من مزيانه. اما بالنسبه للتاخير التاخير اللي كاين ظروف اللي من الناس اللي مخفيه عليهم الوقيته اللي كانوا بداو في الاصلاح ديال المسجد لقاو كاين شي اعطاف في السواري ديال المسجد وهذاك الشيء اللي زاد اخرهم. اما بالنسبه للاشغال غادي تبارك الله داك الشيء غادي مزيان والسيد المحسن اللي مكلف هذا الشيء الله يجازيه بخير راه قايم بالواجب واكثر من الواجب. غير الناس خصهم يكونوا يقولوا من شهر 7 ولا يقولوا من شهر 7 الناس خصهم يعرفوا بان هذاك التاخير راه خارج عن الاراده ديالهم. هو كان من المفروض انه يتسلم في الاخر ديال شهر 12 ولكن هذاك الاعطاب اللي لقاو في السواري ديال المسجد هو اللي خلاهم يتعطلوا شويه. غير خص غير شويه الصبر وراه الامور غادي تكون مزيانه. قالك ها هو دابا المسجد غيتصلح غيتفرش مزيان سونوريزاسيون مزيانه كلشي مزيان ولكن من بعد شكون غيتكلف هذا المسجد؟ هذا راه خص واحد الجمعيه اللي تكون مؤطره وجمعيه اللي فيها ناس نزيهين اللي غيوقفوا على الاشغال ديال المسجد من النظافه ديالو من المرافق ديالو. راه ما يمكنش انا السيد هذا غادي يجي يصلح ويبقى واقف لهم هنا في المسجد. كيمشي عنده اشغال اخرى خصهم شي يقضيها. دابا المرجو غير من الناس ديال السلميه يشوفوا واحد المجموعه ديال الناس يكونوا كفء وهما يوقفوا على هذا المسجد هذا باش هو يمشي بعيد. كنبغي نتكلم باسم الساكنه ديال السلميه. بالنسبه للناس ديال السلميه عندهم بعدا ضرر بعدا في يوم الجمعه بعدا الناس كتمشي لمناطق بعيده باش تصلي. الناس ديال الجماعه ما موفرنش ليهم على الاقل بعدا كاين الناس كبار ما كاينش فين يصليو بعدا. كاين اللي كيصلي غير في المنزل ديالو. كاين الناس بعدا اللي كيديروا لهم ترونسبور باش يوصلوا للمساجد. كاين اش غنقول لك كاين ضرر بالنسبه للساكنه كاين ضرر. راه الا قدرتي النسبه ديال الساكنه ديال السلميه وحي النصر وحي الوحده وحي يلا كاين مسجد واحد يلا كاين مسجد واحد شو شحال كاينه من قهوه يلا كاين مسجد واحد. راه حنا بالنسبه لنا كساكنه خصنا نوضوا ونديروا شي حاجه اللي غادي ان شاء الله تكون من هنا لقدام يزيدونا جامعه اخرى. ها هو اقامه اخرى هي تبنات هنايا خص مساجد. كاين واحد المسجد ها هو كاين في المارشي مؤقت هذاك الحمد لله واقفين عليه حتى هو الناس. بالنسبه للمسجد هذا اللي كنتكلموا عليه دابا اللي الموضوع ديالو اليوم هذا المسجد هذا راه واقف عليه غير محسن الله يجازيه بخير واقف عليه محسن. خليوا الناس تخدم وراه المسجد ان شاء الله راه غادي في الطور الانجاز ديالو. غير كاين بعض الحوايج اللي غادا شويه مأخره الله يرحم والدين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.